بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. وقد مر في الحلقات السابقة بعض البيان لما يستنبط من هذه الآية من الأحكام الفقهية، فنواصل الآن بيان ما تيسر ونكمل بذلك ما سبق. فيؤخذ من هذه الآية أنه إذا نوى دخول الوضوء في الغسل صح وأجزأ، لأن الله قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بمطلق الطهارة، فيدخل في ذلك إذا نوى دخول الوضوء في الاغتسال وأفاض الماء على جسمه ناويا بذلك رفع الحدثين، فإنه يرتفع الحدثان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فدل على أن غسل جميع البدن إذا نوى به دخول الحدث الأصغر أنه يدخل في الحدث الأكبر، ويكفي إفاضة الماء على جميع الجسم. ولكن الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، الأفضل أن يبدأ بالوضوء أولا يستنجي ويغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه. هذا هو الأفضل والأكمل. ويؤخذ من هذه الآية أن المريض الذي يشق عليه استعمال الماء يكفيه التيمم بالتراب. قال تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله تعالى: فتيمموا. فالمريض الذي يشق عليه استعمال الماء أو يسبب له زيادة المرض فإنه يتيمم بالتراب ويصلي. وهذا يفيد المنومين في المستشفيات، فإن بعضهم يجهل هذا الحكم ولا يصلي حتى يخرج من المستشفى ويقول: أنا لا أقدر على استعمال الماء. فالله جل وعلا جعل له بديلا وهو التيمم، فيتيمم بالتراب على وجهه وكفيه ويصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. وكذلك من الأعذار التي تبيح التيمم: إذا كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته ووضوئه، فإنه يقدم حاجته فيوفر الماء لحاجته ويتيمم للصلاة بالصعيد الطيب. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من هذه الآية أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يكفيه التيمم بالتراب. وإن كنتم مرضى أو على سفر
إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. ويؤخذ من هذه الآية أن التيمم بجميع أجزاء الأرض أنه يكفي ولا يشترط الغبار، فإذا حضرته الصلاة وليس عنده ماء أو يعجز عن استعماله فإنه يتيمم على الأرض الطهور ثم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إلا أن بعض العلماء يشترط التراب لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وبعضهم يشترط الغبار قوله تيمموا صعيدا والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ولكن الحكم الشرعي يشمل هذا كله ولله الحمد. كما يؤخذ من هذه الآية أن التيمم يكفي الجنب ويكفي من عليه حدث أصغر، فيكفي في الطهارتين ولله الحمد، لأن الله شرعه في الحالتين، في حالة الحدث الأصغر، في حالة الطهارة من الحدث الأصغر، وفي حالة الطهارة من الحدث الأكبر. كما يؤخذ من هذه الآية الكريمة اشتراط طهورية التراب الذي يتيمم به، فلا يجوز له أن يتيمم بتراب نجس أو بغبار نجس، لأن الله وصفه بالطيب، تيمم صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر المباح، فما كان نجسا فإنه لا يتطهر به ولا يتيمم به. كما يؤخذ من هذه الآية اشتراط النية لصحة الطهارة بالماء وبالتيمم، لأن قوله تعالى فتيمموا صعيدا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تجدوا ماء فتيمموا، والتيمم معناه القصد، فدل على أنه تشترط النية للطهارة. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن فروض التيمم الوجه والكفان فقط، بينما فروض الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلان، وكذلك الترتيب والموالاة، هذه فروض الوضوء ستة. الفرض في الاغتسال جميع البدن، فالفرض في الوضوء الأعضاء المذكورة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، وفروض التيمم الوجه والكفان فقط، والفرض في الاغتسال جميع البدن. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.